السلام عليكم. في الفلوقات السابقة عشنا لحظات جميلة وكثيرة مع بعضنا. بدينا الرحلة ديالنا مع الفلوق الأول اللي وريتكم فيه كيفاش وصلوا لواد الكركب المخفي والجميل. واجهنا صعوبات كثيرة باش نجبدوه، وقليل بزاف اللي كيعرفوا. وأنا متأكد بلي هذا المكان الساحر غيعجب عشاق التصوير الفوتوغرافي أكثر. Notre plus grande joie, c'était de faire la fête ensemble chez Boutala Selma le 15 août. Ou d'aller boire un demi chez Audouy, puis on commandait magas et caissera. Parfois on préférait Montesinos. وسالينا الرحلة ديالنا مع الفلوق 36 اللي جدينا فيه الطريق من مغراوة نحو مدينة تازة من أجل المغادرة والرجوع إلى مدينة سلا. وطبعا ما يمكنش نختم بدون تسليط الضوء على مدينة تازة المنسية ومعالمها التاريخية اللي ما واخداش حقها سياحيا، بالإضافة إلى الأماكن الرائعة اللي دوزناها في رحلتنا الاستكشافية بإقليم مدينة تازة الهادئة والساحرة بطبيعتها الجبلية. وهذا الشيء علاش قررت نختم مدينة تازة بثلاث مقاطع منفصلة. والمقطع الأول أو الفيديو المقبل غيكون إن شاء الله حول مدينة تازة بشكل عام، وهذه بعض من المقتطفات. اكتشاف تضاريسها الجميلة والاستمتاع بطبيعتها الضيقة وشلالاتها ومغاراتها الكثيرة، دون استكشاف الجانب الآخر من هذه المدينة الجميلة والتجول في مرتفع عن سطح البحر، والذي جعل منها سياسية كثيرة في حق أهل تازة الشجعان. على خيولها نمور وأوسانا وجنوبا، عاش مغربنا موحد الصفوف، أمنا مطمئنا محبوب. يا أجيال الإقليم، هذه المدينة الساحرة لا يمكنني تجاوزها دون تسليط الضوء عن المدينة 70 ميلادية. وتم توسيع المسجد في عهد سلالة المارينيين بين 1200 ري الكبيرة والتاريخية التي تنتمي إلى الزمن الذهبي للحضارة المغربية، والتي زينت منذ أن لقيت أستاذ حتفها داخل هذه المغارة التي تعتبر الأشهر على المستوى الوطني. وتتميز بفتحة كائنة أعلى تسمح لأشعة مدينة تازة المنسية وعلى وطننا الحبيب. مما جعلني أتساءل عن حال بلادنا هي أن جميع حكومات الاستقلال لم تستطع العناية بالمآثر كما قام به المستعمر الفرنسي. وبالنسبة للمقطع الثاني أو الفيديو الموالي له، سيكون إن شاء الله حول توري المسجد الأعظم في مدينة تازة، والتي تستحق مقطع خاص بها نظرا لأهميتها التاريخية، فهي الأقدم والأجمل والتي تزينت بأبيات من شعر، كما أنها تنتمي إلى الزمن الذهبي للحضارة المغربية. وهذه بعض المقتطفات. العالم من النحاس وزنها 32 قنطارا، نقشت على حوافها يا ناظرا في جمالي حقق النظرة ومتع الطرف في حسني الذي بهر. أنا التري التي تاز بي افتخرت على البلاد فما مثل الزمان يرى. أفرغت في منتصرة له اعتناء بدين الله يظهره. وانتظروا المقطع المقبل والأخير عن تازة، الذي سيكون عصارة جميع الفلوقات السابقة حول اكتشاف الجمال الحقيقي لإقليم تازة. أما بالنسبة للمقطع الثالث والأخير سيكون مقطع فريد من نوعه، سيكون إن شاء الله عصارة جميع الفلوقات السابقة حول رحلتنا الاستكشافية بإقليم تازة، انطلاقا من أول فلوق وأول يوم إلى آخر يوم في رحلتنا. وبمقتطفات من هذا الأخير أنهي مقطع اليوم. اشتركوا بالقناة وانتظروا الجديد، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم. بصراحة هذا المكان مناسب لعشاق التصوير الفوتوغرافي بالدرجة الأولى، رغم طريق إلى باب بودير. وباب بودير تعرفنا على أصدقاء جدد وزوينين من مدينة تازة اللي دوزنا معهم لحظات جميلة في باب بودير، ودوزنا فيها الليلة الثانية ديالنا. واليوم فطور رائع وسط أجواء طبيعة جميلة متميز، حيت شاركت معكم في الدخول إلى محمية الأروية المخفية في قطعة العواد اللي غنحتاجو في الطياب، وبالليل حيت كيكون البرد والو. وهناك الفيزي اللي غنحصلو فيهم، وغنحاولو أنا واحد من الواد ديال المضايق اللي جاي من الواد الفريد من نوعه. والفلوغ 34 طلعنا من الواد عليهم ينشفوا ليك صراحة نعس بحوايج فاسقين خدام عليه دابا إن شاء الله، دابا ممكن غير الخدمة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.